والبيت ليكو الطابق الثاني اللي شاع الضوء، بس شكله ما نهم بالبيت لانه سياره نزار ما نهم. معناتها بنستنى لنا شوي. ليكا ساره ليكا، هي اتكلنا على الله. استنى بلكي كانوا عافلين الباب من جوا. مش مين قال لك اني حفوت الباب؟ خليك عالوم مش عايز وقت اوقع عليك. نعم. اي لوسي، لك ليه ما عم تردي؟ لا تكوني زعلانه مني. لا قلتي له لنزار على الكيس اللي ورجيتك اياه؟ معناتها زعلانه مني، شفتي كيف؟ ايه بس انا معي حق، بعدين انا بدي مصلحتك وانت بتعرفي هالشيء وانت طلبتي مني هيك. بعدين شوفي جوزك شو حكى. لا انا طلعت عن طوري وواجهته بالحقيقه، بعدين انا ما بدي اياكي تطلعي قدام العالم مجرمه، هو يطلع حاله منيح. ليكي وفاء، انا صار لي مشكله كثير كبيره من الحكي اللي حكيتيه. هلا ما بعرف اذا لازم ازعل منك ولا لا، بس يعني انا متاكده انك حكيتي عن نيه طيبه. انا اسفه. اي وهلا شو بدك تعملي؟ شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. نزار يا وفاء اخذ ساره مني، هذا الشيء بيموتني. انت بتعرفي لما سافرت شو صار فيني؟ طولي بالك يا قلبي، وهلا شو ناوية تعملي؟ شو ناوية اعمل هلا؟ ما رح اترك اياها، وهلا اجباري عنه رح اخذها. ايه وكيف بدك تعملي هيك؟ بعرف انه حابب تشوفني، بس خلينا نتعرف على بعض اكثر على التليفون وبقرب وقت بشوفك. ليك نحن قاعدين بالصالون، بابا نام على الكنباية، رح فوت على الغرفة وبرجع بدق لك، اوكي؟ يلا باي. بابا بابا حبيبي قوم نام بغرفتك.
الو هاي، تأخرت عليك؟ شو عم تعمل؟ قاعد. بتعرف انا حابه اغني لك غنيه صغيره صغيره. ايه لانه انا صوتي ما كتير حلو. يلا اسمع. لقيتك والدنيا كثير موضوع. شو؟ اطلع شوفك بكره؟ لا سوري عن جد يمكن ما اقدر، لانه يمكن تنام عندي كمان بكره متاخر. خلص بوعدك انه بقرب وقت نشوفك، ما هيك اتفقنا؟ طيب لكن هلا صار لازم نروح نام، اوكي؟ نحكي بكره. بوني تصوري لك عم بتهمني اني عم خونه مع الشوفير؟ معقوله نزار هيك عم يساوي؟ وحياة اللي خلقه ماني مرقت له اياها. انا ارضى ساره اصلا تعيش بجو تحشيش وكلياته فلتانين، ما بخليها معه دقيقه واحده. لك يلا ابو ساره لا تخافين. يلا طلعي طلعي. ليك انا صلي ساعه ساكته، ها رح غزلك بالسكينه. لا تردي عم انزلي يلا. لك لا تنزلي عم اقول لك انزلي يلا. رح غزلك بالسكينه، ها عجزتي ما بتنزل. انزلي انزلي عم يلا بسرعه. ساره لا تنزلي. انزلي رح غزلك بالسكينه. ساره ما تنزلي يا ساره. ما بتنزل اخيرا بدك على العيون. ما احنا we'll be right back.
اسمعوا لك، وراس بنتي اللي ما عندي غيرها، انه ليلي ما حطم ببيت اهلك. اعمل اللي بدك اياه يا استاذ يا كبير، روح بلّيت الزرقاء، خليها لهي الحيوانة وفاء تنفعك، قسما بالله كل قرش اخذته مني لدفعك اياه، وبنتك لا تحلم تشوفها. حي ربك مدام، هذا الكلام روح قلبي العي والمشاكل وجع الراس. ايه عفاف، ليكي جهزي لي شنطاية السفر. ايه بدنا نسافر. لا سارة ما تضبي لها شيء، أنا بشتري لها كل شيء من هنيك. لك هلا ما رح أقلك لوين، خلصيني أنت كمان. عملي اللي عم بقلك عليه. أساسا أنا ما عدت أوثق بحدا. يلا على السريع. مدام أنا ما رح أسألك نحن وين رايحين، لأنه أكيد ما حتاخذينا غير المشوار اللي بشغل أدب يعني. أنت مانك رايح معنا. لك ما قلت روحي لحالك مدام. مانك رايح معنا. لا انا بحكي مع لوسي او ببعث لها اس ام اس بطلب منها ترجع ساره. نعم اختي، تبعتي لها اس ام اس؟ والله انا برايي تبعتي لها ايميل لست لوسي من باب الاحتياط يعني. شو هالناس الرائعه اللي الله بلاني فيهم. نزار حبيبي اعطيني فرصة بس انا احكي معه وحل الموضوع بدون مشكلة. والله انا هيك كنت عم اقول له. بس هي ما عم تفهم عليه وكثير عدوانية. حبيبتي انا لما بحكي معها غير انت، لانه انا رفيقتها. ايه يا ابو الحكم، وينك انت يا اخي؟ ساعتين لا ترد علي. اسمع شو بدي اقول لك. اوكي اخي انا بنتي ما بعرف كيف بدي اجيبها، بس بده يجيبوا لي هذا الازهر. لا لا اليوم قبل بكره، لحتى فرجيها مين انا وشو بصير باللي بتحداني. لك اخي انت جيبه وبعدين بتشوف شو رح اسوي فيه. الله معك. لك شبك ليش هيك عم تسوق؟ رح تتعسل المخلوقه. لا تواخذيني مدام، مو قصدي. خلصني نزال جيب الشنطة. شبك هارون؟ عفاف، ليش لسه ما لبستي وحضرتي حالك؟ ليش مدام؟ ما بدك تسافري معي؟ مدام أنا ما بقدر أطلع برات الشام، أنت بتعرفي، أنا بتمنى بس مشان الأولاد، هدول بدهم مين يدير باله عليهم ويشق عليهم. خلصيني خلصيني، بدي بدل ثيابي قبل ما يوصل نزار. يلا. مدام ما بعرف، المهم هلا بكره بتغيري مفاتيح البيت. ماشي، وانت ما صح لك اعملي لك مرقه. يلا بسرعه على السياره. طيب اذا جا جوزك شو قول له مدام؟ بعد حبيب علق علقت والله علقك. ولا زين السياره ولا يلا حرك انت يا شو زين بلا حكي. هارون شو رح تعمل؟ شو حتساوي؟ معلش مدام انا بعرف اتصرف. حرك. كثير فرحان بعضلاتك انت وياه. انت بتعرف انا بصمتي الصغيره بدميكم. انت و
ولا يهمك مدام. شرطة شرطة شباب شرطة. وحياة اختي هالايد بحياتها ما نزلت على الفاضي. هالمرة رح امشيها كرمال مدام ما بدي اعمل بحر بجنبه هون. يعني معلم شو بدك يعني نقتله قدام الشرطة؟ ليكو سليم كانت رح تروح عينه، هلا بدي اخذه على المستشفى. يا سلام! اثنين كل واحد منهم قد الثور! واحد مثل هاد بيعمل لهم قتلة! لك لا معلم ما كلوا قتلة هن، يا دوبو هيك ضربوا على عينه ضربة بس. لك مالك خجلان انت بتحكي هذا الحكي، لك يخرب بيتكم، لك خلصونا من القصة بقى! لك واحد ما بيسوى فرنجين بيعلم علينا، لك شو انت مو رجال؟ والله انا شغلتي مدير انتاج والله العظيم. طيب معلم خلص امرني اللي بدك اياه بصير. بدي اياك تنقل اعمل وشي. نزار عن جد انا مستغربة منك، لك ما تبلغ الشرطة وتريحنا بقى، عن جد هاي المرة تمادت كثير هي والازعر. وفاء مو معقولة انت؟ نزار حبيبي الله يخليك، تركني انا حل المشكلة بيناتكم، والله ما كنتوا هيك شو صار لكم؟ اللي صار انه لوسي مو عاملة احترام لاخوكي، بعدين مو مقدرة انه هو رجال. بتعرفي؟ أنا حاسة إنه في حدا شرير عم بيدخل بيناتهم وعم بيحاول. ما حدا عم بيحاول ولا حدا دخل بيناتنا، أصلاً أنا بكرهها وبكره جنانة اللي خلت واحد تافه مثل هذا يدخل على بيتي ويتحداني إلي. على فكرة أنت بتحبها وغيران عليها. إيه يا ستي غيران عليها وبدي أذيها، حدا له عندي شيء؟ شفتي شو بحبها وغيران عليها كثير؟ أخي وبعرفه. ولا يهمك مدام، واللي خليك طالما نحن اثنين مع بعض ما في ابن مره بيسترجي ياخذ بنتك منك. بتعرفي شو عم فكر؟ عم فكر بس لنرجع من رحلتنا امره لعند عصافيره يشتري لي كم قمله وكم رشاش ونزلتهم بالبيت وبالسياره، وخلي ابن مره يسترجي قريب. يا لطيف بدي اخلي الدم يصل للركب. ايه لانه عايشين بتكساس نحن، بعدين فهمتك انت مانك رايح معي. مدام شلون مالي رايح معك وليكني رايح معي؟ انت رايح توصلني لعند الدكتور وبس. ليك هارون انت شاب قبضاي وشهم، والشي اللي عملته معي ما رح انساه طول حياتي، بس انا الشي اللي شفته معك اليوم ولا فيلم كوبوي. هارون انت اذا بتضلك معي مشاكلي رح تكبر، يعني يومين ثلاثه ابصر شو بيصير بسمعتي. انت ما بتعرف الوسط الفني، بكره بتصير سمعتي علكه بكل لسان. بس انا مدام ما بيهمني حكي العالم هذا المؤاخذه. يا عيني انا بيهمني، انا مسافره ما بدي جوزي يفكر طالعه انا وياه، بعدين هي سمعتي مو لعبه. وين انت الدكتور؟ بابو رماني. خلصنا. بده يذبحني؟ مامي مين قال لك هذا الحكي؟ عمو هارون كمان انه بده يجيب لي حياه وعقارب. صار معقوله انت كل ما حدا بيقول لك كلمه بتصدقيها؟ بعدين حبيبتي تقبريني ما تخافي طول ما انا موجوده ما حدا بيسترجي يأذيكي. طيب ليش نحن رايحين لحالنا؟ يعني حابين نعمل سيرة. عمو هارون ما حيطلع معنا؟ لا مسافرين لحالنا. طيب فيكي اذا اخذتي قدوسة معي مشان يضحكني؟ لا تقبشيني انا بضحكك. دكتور دكتور عينا بدي احكي معك دقيقة. اسمحي اعرفك بنفسي، انا الاستاذ هارون جوز مدام لوسي. اهلا وسهلا، تشرفنا بحضرتك. دكتور بصراحة أنا في عندي حالة بدك تساعدني فيها، بخصوص مدام لوسي كمان. تفضل تفضل. بصراحة مدام لوسي شلون بدي لك، يعني بالفترة الأخيرة صار معها حالة غريبة. فيك تقول حالة طوشان. طوشان طوشان طوشان، شو يعني طوشان؟ طوشان يعني نحن اخذناها عند دكاتره قالوا انه مسكينه طقوا فيوزاتها، يعني فكر حالها من اللي بتسابقوا براري، السيارات اللي بتمشي بسرعه وعم تستنى لتفك الجبصين من رجلها وتروح تحقق حلمها وتزيد حالها بالسياره مع جبل قاسيون على الربوه مقطعه، وبتعرف انت السياره مكلفه بلاوي،
فياريت الدكتور ما ترضى تفكر لها جبسين اذا في مجال، تأكد انت على المخلوقه طاقه خالصه ما في ولا فيوز. لا يهمك لا يهمك، هي حاله قديمه رح نقلب لك اياها مثل الجرابه ونخلي لك اياها عقلات على عباس بن فرناس ونخليها تطير من قاسيون وفرد وحده على مقبرة باب الصغير وهيك بتخلص القصة. طول بالك دكتور طول بالك، هدي شوي فوت لعندها الا ما مشي الحال وخلص كتر خيرك باين عليك حباب. لسا ما عملت لها. سارة موجودة ارتاح. هلا شو قررتي تسافر معي؟ لا قلت لك ما رح تسافر. يعني انت زينية بعلك شو رح تسافري ورجلك عم تجعك وتسوي كل المسافة؟ لك يا عيني قلت لك هلا بنروح على ابو رمانة بنجيب شوفير رفيقتي وبنطلع، انت ما رح تسافر معي وما بقى تناقش.